إذن مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه التغطية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل مقتل 2 من جنوده جراء إطلاق نار خلال ما وصفه بحادث أمني على الحدود مع مصر. كما وأعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت مقتل مسلح كان يرتدي زي رجال الأمن المصري بعد أن عبر الحدود وأطلق النار على قوة إسرائيلية. وننوه مشاهدينا إلى أننا نشاهد صورا مباشرة من الحدود المصرية الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن تبادل إطلاق النار وقع صباح اليوم ثم تجدد ظهرا، ليعلن بعد ذلك أنه قتل المسلح الذي أطلق النار على قواته بالقرب من نقطة الحدود بين مصر وإسرائيل المتخمة لمعبر نيتسانا أو نيتسانا التجاري. ينضم إلينا مباشرة مراسلنا من غزة محمد وشاح لمعرفة مزيد من التفاصيل. محمد، ما هي هذه التفاصيل، هذا التطور والأخبار المتعلقة، ما الذي يمكننا أن نقف عليه من حقائق حتى اللحظة؟ نعم، يعني أبدأ بما تحدث به، آخر ما تحدث به الجيش الإسرائيلي، والذي قال أن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على جثتي المجند والمجندة بعد ساعتين من قتلهما من قبل مسلح اجتاز الحدود مع مصر. وتحدث الجيش الإسرائيلي أنه تم تكرار النداءات للمجندة والمجند الإسرائيلي، ولكن لم يتم الاستجابة. وبعد ذلك هرعت القوات لمكان الجيب المستهدف، فوجدت جثتين بعد أن أطلق مسلح النار عليهم. وبالتالي هذه هي تفاصيل واضحة نوعا ما للحدث الذي حصل على الحدود مع مصر. طبعا الإعلام الإسرائيلي يتحدث أن الحدث خطير ومعقد وصعب، ويعتقد أن المسلح الذي دخل والذي حتى هذه اللحظة لا يعرف هل هو تابع للجيش المصري أم أنه ارتدى زي الجيش المصري وقام بتنفيذ العملية، حيث التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن المسلح قتل الجنود الإسرائيليين حوالي الساعة 6 صباحا، وانتظر وصول النجدة لهؤلاء الجنود، وبعد ذلك قام بإطلاق النار عليهم، وأدى ذلك إلى تبادل لإطلاق النار واشتباك أكبر في النهاية عن مقتل هذا المسلح. أيضا إصابة أحد الجنود إصابة خطرة في الجيب الذي جاء لمساندة الجيب المستهدف الأول. إذن حتى هذه اللحظة ما يمكن الحديث عنه هو ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي عن قتيلين في هذه العملية. محمد، يعني ونحن نتحدث هذا الخبر العاجل عن هيئة البث الإسرائيلية تقول إن أو وفقا لمسؤول في الجيش الإسرائيلي يرجح أن يكون المسلح الذي قتل بعد عبوره الحدود مع مصر هو من قتل الجنديين الإسرائيليين. لقراءة هذا الخبر العاجل في ضوء الخبر الذي أعلنته أيضا وسائل إعلام إسرائيلية قبل ساعة من الآن بمقتل شرطي مصري أطلق النار على القوات الإسرائيلية قرب الحدود مع مصر، يعني كيف يمكننا أن نقرأ هذا الخبر؟ هل ما يقصد به الآن هو أن مسلح ارتدى زي عسكري مصري ونفذ هذه العملية، أم أن هناك شخص مصري تابع للشرطة أو تابع لقوة عسكرية مصرية قتل أثناء هذا الحدث الأمني؟ هناك بعض الارتباك في هذا الخبر. نعم، حتى هذه اللحظة لا يوجد توضيح يعني حول أن المنفذ، يعني في بداية الحدث كان هناك حديث أن هناك من نفذ العملية وانسحب، وأثناء تواجد الجنود في عمليات التمشيط، الجنود الإسرائيليين في عمليات التمشيط، قام أحد الجنود المصريين بفتح النار عليهم في حدث أمني ثاني. هذا بداية الخبر، ولكن الآن بعد اتضاح الرؤية وإعلان الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي أن منفذ العملية هو منفذ واحد وكان مرتديا لزي الجيش المصري، معنى ذلك أن الأمور أصبحت واضحة، ولكن ما لا زال غامضا هو هل هذا الشخص الذي نفذ العملية هو تابع للجيش المصري فعلا
أم أنه ابتدى زي الجيش المصري للتمويه في هذه العملية وفي تلك المنطقة تحديدا؟ هذه الأخبار حتى هذه اللحظة لا تزال غير واضحة، ولكن الواضح في هذه العملية الذي يصفها الإعلام العبري بأنها معقدة وصعبة جدا على الجيش الإسرائيلي، أن هناك 2 من القتلى قتلا، وبعد ساعتين من العملية جاءت النجدة وكان يترصد هذا المسلح لهم وأطلق النار عليهم بكثافة، ما أدى إلى إصابة أحد الجنود إصابة خطرة كما ورد قبل قليل، وأيضا هناك إصابات في الأطراف السفلية لبعض الجنود الآخرين، وتم السيطرة على منفذ العملية وقتله في تلك المنطقة. وحتى أن الإعلام الإسرائيلي يعني صدر أو أورد بعض الصور لمنفذ العملية بجانبه سلاح من نوع كلاشينكوف في تلك المنطقة، وبالتالي الأمور أصبحت واضحة نوعا ما، ولكن لازلنا ننتظر هل منفذ العملية هو فعلا تابع للجيش المصري أم أنه تسلل من قطاع غزة، كما بعض الأخبار التي تحدثت بها مصادر إسرائيلية قالت أن هناك مسلح تسلل من غزة وصولا إلى هذا المكان، ولكن الأخبار الدقيقة حتى هذه اللحظة أن منفذ العملية هو واحد وتم قتله في تلك المنطقة، ولا زال يعني الغموض يكتنف شخصية هذا المنفذ، هل هو مصري الجنسية أو تابع للجيش المصري أم أنه مدعوم من جهات خارجية سواء المقاومة الفلسطينية هنا في قطاع غزة أو غيرها، ولكن ننتظر حتى هذه اللحظة. يعني لم يصدر بيان من الجيش المصري يوضح هل يعني فعلا هذا المسلح هو جندي في الجيش المصري أم أنه ارتدى الزي الخاص بالجيش المصري للتمويه في هذه العملية. نعم وشاح، المتحدث باسم جيش الاحتلال يقول في هذا الخبر العاجل مقتل جنديين إسرائيليين 2 جراء إطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع مصر. وفي هذا الخبر ربما معناه هو نفي أن تكون هناك أرقام أخرى متعلقة بالجنود الإسرائيلية، حيث كانت قد انتشرت قبل قليل أخبار أو أرقام تتحدث عن 3 إسرائيلي قتل في هذا الحادث، الذي ما زلنا نحاول معرفة مزيد من التفاصيل واستقراء تفاصيل الحادث المتعلقة بما الذي حدث تحديدا، ولكن ما هو واضح حتى اللحظة وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية وفقا لما تنقله أنت، هو أنه كان هناك نوع من أنواع الملاحقة لأحد المهربين وقتل 2 إسرائيليين تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم العثور على جثامينهما بعد تقريبا ساعتين من قتلهم. غير واضح حتى اللحظة إن كان الثالث الذي قتل هو مسلح ارتدى زي الجيش المصري أو شرطي مصري بالإضافة إلى المسلح. ابقى معي محمد، هذا الخبر العاجل عن هيئة البث الإسرائيلية أيضا يقول وزير الدفاع يعقد اجتماعا مع رئيس الأركان وكبار رؤساء الأجهزة الأمنية لتقييم الأوضاع الأمنية على الحدود مع مصر. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث صالح النعامي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. سيد صالح مرحبا بك. يعني حتى اللحظة الأخبار الواردة جميعها خرج عن إما الجيش الإسرائيلي أو وسائل إعلام إسرائيلية وهي تؤكد مقتل جنديين تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حادث على الحدود المصرية. ما التفاصيل التي يمكننا معرفتها الآن؟ يعني حتى هذه اللحظة حسب الروايات المتواترة التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية استنادا إلى ما صدر عن الناطق باسم جيش الاحتلال في الساعة 2:30 فجرا، ادعى جيش الاحتلال أنه أحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية. الآن في الساعة 6:00 فجرا، وهذا يدل على أنه تسلل مسلح إلى داخل الحدود وهاجم موقعا للجيش الإسرائيلي، قتل في مجندة ومجند جنديين، ثم واصل بعد ذلك تقدم في داخل منطقة صحراء النقب
واشتبك مع جيش الاحتلال لمدة تقريبا أكثر من ساعة حتى عاتل سشل. الآن واضح تماما أن لا علاقة حسب ما هو ظاهر، لا علاقة ما بين مثل التهريب وما بين عملية إطلاق النار ومهاجمة الموقع الإسرائيلي. هذا حسب الآن ما تضحت الصورة في الساعات الأخيرة. نعم. طيب سيد صالح، يعني هذا الالتباس المتعلق بإن كان المسلح قد ارتدى زيا عسكريا مصريا أم أن هناك بالفعل شرطي مصري قتل أثناء هذا الاشتباك، هل هناك أي تفاصيل يمكننا الاطلاع عليها، وخاصة أن الجانب المصري لم تصدر عنه حتى اللحظة أي تصريحات رسمية وفقا لما هو متاح حتى الآن؟ لا، هو الحديث يدور ان طبعا هناك في حظر في هذه النقطه تحديدا. من الواضح المؤكد ان المسلح الذي تسلل عبر الحدود كان يرتدي زي اجهزه الامن المصريه، سواء من الجيش او اجهزه الامن الشرطه. يعني الان هل هو كان شرطيا او جنديا او كان مسلحا تعمد ارتداء هذا الزي من اجل يعني تسهيل مهمه التسلل والاشتباك، هذه مسألة يمكن يفترض أن يتم البث فيها من خلال التحقيق الذي الآن يعكف عليه حسب الرواية الإسرائيلية كل من جيش الاحتلال وجيش المصري. الآن حسب الرواية الإسرائيلية جريان اتصالات مباشرة لاستيضاح هذه النقطة تحديدا. نعم. إذن بالتأكيد سننتظر لمعرفة مزيد من التفاصيل عندما يتم الإفصاح عنها، ولكن سيد صالح يعني لقراءة هذا الحادث كيف يمكنك أن تقرأه، وهل لهذا الحادث أي تداعيات يمكننا البدء في الحديث عنها الآن؟ من واضح تماما يعني عندما يتحدثون الآن على أنه وزير الحرب يقطع إجازة السبت. ابقى معي فقط لإذاعة هذا الخبر العاجل سيد صالح. عن إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول في خبر عاجل: مسؤول في الجيش الإسرائيلي يرجح أن يكون المسلح الذي تسلل من الحدود المصرية وقتل جنديين إسرائيليين شرطي مصري. إذن إذاعة الجيش الإسرائيلي تنقل عن مسؤول في الجيش ترجيحه أن يكون المسلح الذي تسلل من الحدود المصرية وقتل جنديين إسرائيليين شرطي مصري. إذن ربما هذا الخبر سيد صالح يجيب عن ذلك الالتباس الذي كنا نتحدث بشأنه قبل قليل، هوية الشخص المصري الذي تم الحديث عنه قبل ساعة من الآن، هل هو شرطي مصري أم أنه شخص مختلف عن المسلح؟ كيف تقرأ هذا الخبر؟ يعني أولا هذا يدل على هذا تطور يعني بالغ الخطورة بالنسبة للجانب الصهيوني، وهذا ما يفسر أن يقطع وزير الحرب إجازة السبت ويعقد اجتماعا عاجلا مع رئيس هيئة الأركان والقيادة العسكرية والقيادة الاستخبارية، لأنه إذا كان المنفذ العملية جندي مصري أو رجل أمن مصري فإن هذا علينا نذكر أن الحدود المصرية مع فلسطين حدود طويلة جدا، وهناك كثير من مواطن الاحتكاك ما بين الجنود المصريين والجانب الإسرائيلي، وهذا يفتح المجال إذا استمرت هذه الظاهرة يزيد من فرص استهداف القوات الاحتلال التي تنتشر على كما قلت مسافة طويلة جدا. لذلك هذا يعني حدث بالنسبة للجانب الإسرائيلي حدث بالغ الخطورة، سيما بأنه هذه المنطقة كانت هذه الحدود تعتبر كما هو الواقع مع الحدود مع الأردن تعتبر حدود آمنة إلى حد كبير، يعني فقط باستثناء عمليات تهريب المخدرات والممنوعات التي تتم عن طريق الحدود لا توجد هناك ثمة تحديات أمنية على الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة. طبعا كان قبل ذلك هناك حوادث ينفذها مسلحون ينتمون إلى جماعات إسلامية تنطلق من سيناء، لكن أن يكون جندي مصري هذا يعودنا إلى ما حدث قبل فترة طويلة أثناء عهد رئيس حسني مبارك عندما أطلق جندي مصري النار على مستوطنين وقتل في ذلك الوقت 7 مستوطنين وجرح آخرين. فهذا من هذا المنطلق تنظر إسرائيل
بهذا المستوى من الخطورة إلى هذا الحادث. نعم، يعني وفقا للأخبار فما يتم الحديث عنه الآن أن هناك اجتماعات بين المستويات سواء مصرية أو إسرائيلية للوقوف على تفاصيل هذا الحادث وبحثه، ولكن يعني الرواية المقدمة حتى الآن ليست واضحة. هذا هذه الضبابية كيف تقرأها سيد صالح؟ الضبابية بسبب يعني الحدث مفاجئ غير متوقع، لم تكن لدى هناك معلومات استخبارية مسبقة لدى الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الموضوع اليوم السبت، يعني أن هناك حالة إرباك في الجانب الإسرائيلي. والنقطة التي تحتاج إلى يعني مزيد من البحث أنه كيف يمكن للمسلح إذا كان جنديا أو شرطيا مصريا أن يستمر حسب التقدير الإسرائيلي أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات وهو يقوم يطلع عملية إطلاق النار في ظل وجود جيش الاحتلال. يعني هذا الأمر يعني يحتاج إلى على الأقل بالنسبة للجانب الإسرائيلي إلى دراسة، يعني هل بسبب طبيعة المكان الجبلي، إن كانت الحديثة تدور عن تضاريس جبلية في ذلك المكان أم لا. يعني هذه مسألة يعني جزء من الإرباك أو يفسر الإرباك الإسرائيلي الذي استمر طبعا لمدة طويلة، حيث كان تقدير في البداية أن يكون هناك عملية إطلاق النار جاء في إطار عملية تهريب تمت خلال الحدود، ولذلك هذا الإرباك وهذا التردد وهذه العشوائية في ضخ المعلومات يعني يرتبط بهذا الواقع. نعم، كما قلت سيد صالح، يعني الحادث وقع منذ فجر اليوم واستغرقت قوات الاحتلال الإسرائيلية تقريبا ساعتين للوصول إلى الجنديين اللذين تم الإعلان عن قتلهما، وذلك يضع علامات استفهام كثيرة وكذلك علامات استفهام متعلقة بشح المعلومات المطروحة حتى اللحظة. ويعني هل سيكون هناك رد؟ القراءات المختلفة إن كان ذلك الحادث متعلق بحادث أمني وتهريب ومسلح كان يقول أو مسلحين أو مهربين، وكيف سيختلف هذا الرد إن كان بالفعل من أطلق النيران وفقا للتكهنات من قبل الجيش الإسرائيلي قبل قليل هو شرطي مصري؟ من الآن لا يزول الحديث عن عملية تهريب التعاطي الطويل الحالي الأخير، يعني حتى لو كان عملية تهريب وقتل الجنديين في إطار عملية تهريب لإسرائيل لا تنظر بهذه الخطورة في حال إن كان الأمر تعلق يقوم بهذا الأمر جندي مصري أو مقاوم أو أي شخص غير سياق التهريب. هذا لا يستدعي عملية تهريب حتى لو قتل فيها الجنديين، لا يستدعي القيادة الأمنية العسكرية أن ممثلة بوزير الحرب وحتى رئيس هيئة الأركان وما دونهما أن تعقد اجتماعا عاجلا اليوم السبت لمناقشة هذا الأمر. واضح تماما أن الموضوع عملية التهريب تم استثناءه يعني كخلفية لما حدث. وأنا أعتقد أنك محقق في طرح هذا السؤال فيما يتعلق بمسألة الغموض، قد يكون الغموض تتعلق بأمور أخرى لم يتم الكشف عنها حتى هذه اللحظة. أما أنا في تقديري بات بحكم المؤكد أنه الحديث دور انه العمليه التهريب خفيه وسياق لما حدث في تقدير الان تم استثناءها بشكل نهائي. نعم، ابقى معي سيد صالح، اعود مره اخرى الى زميلنا محمد وشاح للوقوف ربما على مزيد من التفاصيل. محمد، حتى اللحظه المعلومات المتاحة شحيحة، ولكن هناك قدر من التضارب فيما يتعلق بهوية الشخص المصري، وهو ما يحدد إن كانت هذه عملية تهريب كما كان يقول سيد صالح قبل قليل أم طبيعة الحادث تختلف وفقا لاختلاف الشخص. هل لدينا ما يمكننا معرفته الآن أو هل تم الإفصاح عن مزيد من المعلومات؟ نعم، يعني الجديد هو أن الجيش الإسرائيلي يعلن الآن عن مقتل المجند الثالث الذي كان في الاشتباك مع المسلح المصري كما يتحدث الجيش الإسرائيلي. إذا الآن
إذا ما نقلنا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هو يصف أن المسلح هو مصري الجنسية ويقول أن هناك مقتل لجندي ثالث كما تحدثنا في السابق، قلنا أن هناك إصابة خطيرة والآن الاحتلال يعلن عن مقتل الجندي الثالث في الاشتباك مع المسلح المصري. هنا يوضع أكثر من خط تحت المسلح المصري، وبالتالي هذا الأمر هو اعتراف من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن منفذ العملية هو مصري الجنسية، ولكن قد يتغير هذا الأمر في الساعات القادمة، خاصة وأن الصورة غير واضحة حول هوية هذا المسلح. هل هو يعني مصري الجنسية، هل هو جندي في الجيش المصري؟ ولكن ما يمكن نقله بشكل رسمي الآن عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي يقول أنه تم الإعلان الآن عن مقتل المجند الثالث في الاشتباك مع المسلح المصري صباح اليوم. حياة، إذن محمد، يعني وفقا لذلك فعدد قتلى الجنود الإسرائيليين الذين تم الإعلان عنهم حتى اللحظة هو 3 مجندين من جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا جراء إطلاق نار خلال حدث حتى اللحظة يسمى بحدث أمني على الحدود مع مصر، وما زالت الغموض والضبابية متعلقة ببقية التفاصيل المرتبطة بهذا الحادث حتى اللحظة، ونستمر في المتابعة. أعود لك مرة أخرى سيد صلاح، هل يغير ذلك المعطى شيئا في قراءة الأمر؟ إذن فقدنا الاتصال بسيد بالكاتب الصحفي صالح النعامي والباحث والمحلل الأساسي صالح النعامي، ونستمر في متابعة التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث، حيث قال مراسلنا محمد وشاح إنه تم الإعلان الآن عن مقتل الجندي الثالث الذي تم الإعلان عن كونه إصابة خطيرة قبل قليل، ولكن تم تأكيد مقتله الآن. ينضم إلينا من القاهرة لمزيد من المتابعة والتفاصيل دكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية. دكتور أيمن، مرحبا بك. دكتور أيمن، بالتأكيد تابعت تفاصيل هذا الحادث الذي تم الإعلان عنه قبل قليل، حيث يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أو يعلن عن مقتل جندي ثالث وإصابة ضابط خلال تبادل إطلاق نار على الحدود مع مصر. إذن هذا الخبر العاجل عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث وإصابة ضابط خلال تبادل لإطلاق نار قرب الحدود مع مصر. دكتور أيمن، كيف قرأت تفاصيل هذا الحادث حتى اللحظة على الرغم أيضا من الضبابية المحيطة ببعض تفاصيله إلى الآن؟ يعني أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. معروف أن هذه المنطقة شهدت في فترات ماضية، تحديدا في الفترة ما قبل 2011 كان هناك مهربين ينشطون في هذه المنطقة، سواء مهربين للمخدرات أو مهربين للبشر، خصوصا في اللاجئين الذين كانوا يأتون من منطقة في أفريقيا جنوب الصحراء، وخاصة في منطقة القرن الأفريقي كانوا يذهبوا إلى هذه المنطقة لعبور، لأن في هذه المنطقة يوجد معبر. هذا المعبر تم تأسيسه بين مصر وإسرائيل منذ عام 1982، وكان في البداية معبر لنقل الأفراد والمركبات والبضائع، لكن نتيجة لعدم إقبال لنقل الأفراد توقف عن ذلك، وهو فقط لنقل البضائع منذ فترة طويلة. ربما المهربين وجماعات التهريب رأوا في هذه النقطة قد تكون نقطة سهلة للعبور، لكنهم عندما حاولوا العبور اكتشفوا أن هناك الجيش الإسرائيلي على الجانب الآخر، فحدثت الاشتباكات ووقعت عدد الضحايا كما يقول الجانب الإسرائيلي 3 قتلى بالإضافة لعدد من المصابين. هناك احتمال آخر أيضا أن يكون هناك مهربين للمخدرات، وكما تعلمين أي حدود في العالم مهما كانت مؤمنة يمكن أن يكون فيها تهريب، لا يوجد يعني أمان كامل على الحدود بنسبة 100% على أي حدود في العالم بما فيها الحدود المكسيكية الأمريكية المعروفة، وبالتالي هذا الأمر متوقع أن يحدث بين لحظة أو أخرى وبين يوم وآخر. ربما منذ عام 2013 وحتى حادث صباح اليوم لم يكن هناك حادث تهريب كبير بهذا الحجم،
أو حادث اشتباك كبير بهذا الحجم. لذلك أتوقع أن في الفترة القادمة سوف يكون هناك تجديد أمني على الجانبين حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث. لكن أنا قرأت بعض الأشياء على وسائل التواصل الاجتماعي، أنا بستبعدها بشكل كبير للغاية. يعني البعض يتحدث أنها يمكن أن تكون مثلا عملية جهادية أو عملية مقاومة أو ما إلى ذلك. أنا لا أعتقد في هذا السيناريو على الإطلاق، لسبب مهم جدا، أن الفصائل الفلسطينية دائما ما تمارس المقاومة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس من داخل أي دولة عربية أخرى. وبالتالي يظل سيناريو التهريب، سواء كان سيناريو تهريب البشر أو تهريب المخدرات، هو السيناريو الأول والأبرز، وفي تقديري هو الأكثر ترجيحية حتى الآن. ولكن دكتور أيمن، وكان ضيفي قبل قليل دكتور صالح النعامي، قد يعني استبعد وفقا للمعطيات المطروحة حتى اللحظة أن يكون هذا الحادث متعلق بحادث تهريب، وخاصة بسبب الضبابية المحيطة بالإفصاح عن المعلومات حتى اللحظة، وكذلك بسبب قطع وزير الحرب الإسرائيلي لإجازته يوم السبت وعقده اجتماعات عاجلة مع قيادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. يعني هو تحدث واستخدم هذه الخطوات للتأكيد على أنه لا يبدو أن الحدث متعلق بالتهريب. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ أنا في رأيي قطع إجازة من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي هذا ربما متعلق بحجم الضحايا. ربما لأول مرة يقع في حادث اشتباك مسلح مثل هذا الأمر ثلاثة عناصر من القوات العسكرية الإسرائيلية. هذا حدث كبير وهذا عدد كبير. ربما كانت في البداية الحديث عن إصابات فقط، لكن عندما تحول عدد من الإصابات وثلاثة إلى قتل الآن، طبيعي جدا أن يقطع وزير الدفاع الإسرائيلي إجازته ليتابع ويباشر هذا الأمر، خاصة عندما تعلمين أن الحكومة الإسرائيلية شعبيتها ضعيفة وهشة وتخشى أن تتدهور شعبيتها أكثر في الشارع الإسرائيلي إذا ما استمر الوزير في إجازته في الوقت الذي يسقط فيه قتلى على الحدود. وبالتالي أنا رأيي الأمر يتعلق ب أمور تتعلق بصورة الحكومة الإسرائيلية وهشاشة شعبيتها في الداخل أكثر منها بكون هذا الحادث أكبر من حادث تهريب، لأن هذه المنطقة أولا هي منطقة آمنة تماما، هي منطقة يعني مسيطر عليها من الجانبين بشكل كامل خلال فترة طويلة جدا منذ عام 2011 حتى الآن، ربما لم تشهد أي عملية كبيرة مثل هذه العملية. لذلك كما تعلمين هذه المنطقة، منطقة المشرق العربي بشكل كبير، فيها نوع من تهريب المخدرات بشكل كبير للغاية. نعم. إسرائيل كمان هذا الخبر العاجل دكتور أيمن ربما يصب في قلب الحديث الذي نحاول استقراؤه الآن. الخبر العاجل يقول مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين قرب الحدود مع مصر، اثنان في حادث أمني والثالث في تبادل لإطلاق النار مع مخرب حسب وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل كان جيش الاحتلال نقل عن يعني مصدر مطلع أو مسؤول ترجيحه لأن يكون من قام بقتل الجنود الإسرائيليين هو شرطي مصري، وذلك يتسق ربما مع خبر نشر قبل ساعة من الآن بمقتل شرطي مصري، ويتناقض مع خبر آخر قال إنه ربما يكون مسلح ارتدى زي الشرطة. هذا التناقض يعني ما هو سببه وما هي دلالاته؟ أنا رأيي سبب هذا التناقض أن كل هذه المعلومات ربما بتأتي من مصادر غير رسمية. يعني حتى الآن في مصر لا يوجد أي تعليق رسمي على هذا الحادث، وبالتالي الحديث عن وفاة جندي مصر من الشرطة المصرية أو غيرها، هذا الأمر في تقديري سوف يظل غير صحيح إلى أن تعلن وزارة الداخلية المصرية غير ذلك. هذا واحد. الأمر الآخر يتعلق في رأيي الضبابية الإسرائيلية، ربما لأنه كان بعض الجنود في البداية مصابين وبعد ذلك تأكد وفاتهم، لذلك ربما يعني ارتأت إسرائيل أن تنتظر بعض الوقت، هذا تسبب في نوع من الضبابية. عدد القتلى، يعني عندما ننظر إلى حدث مثل هذا الحدث، لو كان حدث تهريب وقتل فيه ثلاثة من الجنود الإسرائيليين وهناك عدد آخر من المصابين، هذا سوف يصبح حدثا كبيرا، لأنه من الطبيعة في حالات التهريب تكون هناك إصابات وأصابات طفيفة، لكن كون أن يتطور الأمر إلى
وفيات، ده معناه ان المهربين اصبح لديهم يعني اسلحه يعني اكثر تطورا، او يستخدمون ادوات وتكنيكات في التهريب اكثر تطورا. لذلك انا في رايي هذه الاسباب الثلاثه التي يمكن ان تكون وراء هذا الغموض. لكن حتى الان، حتى هذه اللحظه التي نتحدث فيها، لا يوجد اي تعليق رسمي من مصر، سواء من وزاره الداخليه او من وزاره الخارجيه او اي جهه رسميه تقول بالروايات الموجوده على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تعلمين يعني نسج الخيال عملية سهلة للغاية، لكن المعلومات الرسمية تظل هي المصدر الحقيقي الذي يمكن بناء رواية حقيقية متماسكة حول ما جرى. لذلك أتصور خلال الساعات القليلة القادمة أو حتى الدقائق القادمة، ربما المعلومات القادمة من إسرائيل، وربما يصدر بيان من مصر هنا يوضح ويجلي كل التفاصيل الخاصة بهذا الحادث الذي أعتقد أنه فعلا هو حادث غريب وغير مسبوق على الأقل في الفترة الأخيرة، فترة العشر سنوات الأخيرة. نعم، هل ستكون لهذا الحادث تداعيات من وجهة نظرك؟ ولكن اسمح لي بقراءة الخبر العاجل قبل أن تجيبني. المتحدث باسم جيش الاحتلال يقول إن ضابطا أصيب خلال تبادل لإطلاق النار مع مخرب قرب الحدود مع مصر. إذن ضابط بالإضافة إلى أصيب بإطلاق نار خلال تبادل لإطلاق النار مع مخرب، وفقا لقولة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود مع مصر. دكتور أيمن، يعني كنت أسألك، هل سيكون لهذا الحادث تداعيات وربما لطبيعة تفاصيل الحادث تأثير في قراءة هذه التداعيات؟ يعني بالتأكيد ستكون له تداعيات على مستوى تجديد الأمن من الجانبين حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مرة أخرى. يعني أنا في رأيي مصر تبذل جهد كبير جدا للحفاظ على هذه المنطقة حتى لا تتكرر حوادث التهريب سواء البشر أو المخدرات، ونجحت. يعني لك أن تتخيلي مثلا منذ عام 2012 أو 2013 وحتى الآن لم تحدث عملية كبيرة بمثل هذا الأمر. كان يتم دائما القبض على المهربين حتى قبل أن يصلوا إلى نقطة الحدود الدولية ما بين إسرائيل ومصر، وقبلها وحيانا يتم حتى القبض عليهم في الأكمنة التي قبل الحدود بمسافات طويلة. وصولهم هذه المرة ووقوع مثل هذا الحادث، أنا في رأيي سوف يغير أولا من الأدوات التي يتم استخدامها في حراسة الحدود، ربما يتم استخدام وسائل تكنولوجية أكثر تطورا، ربما يزيد التنسيق في هذه المنطقة. هذه هي أمور طبيعية بتحدث دائما عندما يكون هناك حادث كبير على حدود بين أي دولتين ويقع فيه ضحايا بهذا الشكل. بعد هذا الحادث دائما ما تكون هناك ترتيبات جديدة الهدف منها هو الحفاظ على أمن وسلامة الحدود وعدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى، خصوصا أن عملية التهريب هي لا تصب في صالح أي دولة، سواء الدولة التي يخرج منها للتهريب أو الدولة التي يذهب إليها التهريب. وأنا في رأيي مصر لديها خطة محكمة لمنع الهجرة، تحديدا الهجرة غير الشرعية، وكما تعلمين تحديدا المنطقة، منطقة القرن الأفريقي، دائما ما ترسل بالآلاف وهدفهم ليس الهجرة إلى أوروبا بل الهجرة إلى إسرائيل. لذلك هذه المنطقة بيبذل فيها جهد كبير جدا، ونجح هذا الجهد في تقديري في تأمين هذه الحدود طوال سنوات طويلة. ووقوع حادث بعد في عشر سنوات أو كل عشر سنوات، أنا في تقديري لا يقلل أبدا من الجهد المبذول لحماية هذه المنطقة من الحدود ما بين البلدين. نعم، شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، لك الجزيل الشكر. ومستمرون مشاهدينا في تغطية هذا التطور على الحدود بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، حيث قبل قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل ثلاثة مجندين إسرائيليين إثر ما سماها أو وفق ما سماها تبادل إطلاق النار مع مخرب قرب الحدود مع مصر. أعود إليك مرة أخرى زميل محمد وشاح من غزة. محمد، إذن ما زلنا نحاول استقراء التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الحادث، حتى اللحظة لا توجد أي معلومات من الجانب المصري، والاعتماد إلى الآن هو على ما تم الإفصاح عنه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية. هل من جديد بشأن تفاصيل هذا الحادث؟
نعم حقيقة، يعني الآن الجديد ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه الآن تم إرسال قوات من وحدة اليمام وطائرات مسيرة من طراز راكب السماء وقوات أخرى أيضا لتمشيط المنطقة الحدودية مع مصر لاستبعاد وجود مسلحين آخرين حسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي. إذن الحدث حتى هذه اللحظة لم ينتهي، هناك حالة تمشيط للحدود مع مصر بإرسال طائرات مسيرة بإرسال وحدة اليمام، وذلك لمحاولة يعني الحصول على حالة اطمئنان على تلك المنطقة نظرا للاحتلال بعد العمليات المسلحة يقوم بتمشيط المناطق خوفا من وجود مسلحين آخرين. إذا يمكن الحديث أن هناك أيضا حالة ضبابية حول هوية منفذ هذه العملية، وايضا هناك يعني حاله استبعاد لقضيه ان يكون الامر متعلق بقضيه تهريب المخدرات، حيث ان الاعلام الاسرائيلي يقول ان ما حصل هو كان امر مخطط له، وما حصل هو كمين محكم كان قد نصب للعمليه. اذا الان القناه الثانيه عشر الان القناه الثانيه عشر تؤكد ان منفذ العمليه هو جندي مصري. الآن القناة الثانية عشر تؤكد أن منفذ العملية هو جندي مصري تابع للجيش المصري، ويبقى هذا التأكيد هو من الإعلام. إذن محمد اسمح لي بنقل هذا الخبر العاجل عنك، القناة الثانية عشر الإسرائيلية تؤكد أن منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل 3 مجندين من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة ضابط صف آخر هو جندي مصري يتبع للجيش المصري وفقا للقناة الثانية عشر الإسرائيلية. محمد، هل نشرت القناة الثانية عشر مزيد من التفاصيل بشأن هذا الخبر؟ كيف تأكدت؟ وأين كان الالتباس المتعلق بمسألة كونه مسلح أم تابع للجيش المصري؟ يعني القناة الثانية عشر هي قناة موثوقة في الجانب الإسرائيلي وتأخذ معلوماتها من الجهات الرسمية سواء بالتسريب أو بالمعلومات العلنية، حيث أيضا قالت أن الجيش يفحص إذا ما كان المسلح خطط ونفذ من تلقاء نفسه أو أنه كان معه مساعدين. هذا حقيقة يعزز ما نقوله الآن واستبعاد فرضية أن يكون الأمر متعلق بعمليات تهريب المخدرات، وقضية العملية هي وسط التخطيط والتنفيذ، هي لا يستطيع تنفيذها سوى شخص عسكري متمرس مدرب على هذا الأمر. نتحدث عن جيب عسكري مصفح به جنود مسلحين وجاهزين، قام بتصفية 2 وقتلهم على الفور، ثم انتظر وصول أيضا جيب عسكري آخر به عدد من الجنود، وأيضا قام بقتل ثالث وأصاب رابع بإصابة على ما يبدو أنها خطيرة. هذا الحدث لا يستطيع تنفيذه يعني شخص مسلح عشوائي، وإنما بالتأكيد شخص مدرب ولديه خبرة في استخدام السلاح والتخفي والتمويه وصولا إلى أن يقتل هذا العدد من الجنود الإسرائيليين. وبالتالي الآن هذا الخبر الذي أوردته القناة الثانية عشر الإسرائيلية يشير إلى أن العملية هي من نفذها هو جندي مصري، وهذا يعطينا منطقية في الحدث بعدد القتلى والإصابات وطريقة تنفيذ العملية حياة. نعم، بالتأكيد محمد سنستمر في متابعة التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر. ابقى معي. ينضم إلينا دكتور إبراهيم الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني. دكتور إبراهيم مرحبا بك. دكتور إبراهيم، إذن يعني هناك بعض الالتباس، ولكن شيئا فشيء تبدأ الأمور في الوضوح. يعني هذا الخبر الذي نقله زميلي محمد والشاح قبل دقائق من الآن، والذي ينقل عن القناة الثانية عشر الإسرائيلية تأكيدها بأن منفذ العملية هو تابع للجيش المصري، كيف تقرأ هذا الخبر؟ لأنه يعني من المؤكد أنه جندي مصري، وقبل أن تعلن قناة 12 وغيرها أنه تابع للجيش المصري، نفس بعض المستوطنين الإسرائيليين الذين كانوا وقت وقوع الحدث في فجر هذا اليوم قالوا بأن القتيل يلبس لباس الجيش المصري، ولكن الآن تأكد أنه
يعني ليس فقط ينتحل شخصية الجندي مصري ولكنه هو جندي مصري حقيقي. هذا ما جرى حقيقة يذكرنا بما جرى مع المناضل سلمان خاطر في الأردن، عندما جندي أردني أطلق النار وقتل عدد وجرى عدد كبير من الإسرائيليين من سواح وغيرهم. كل هذا يؤكد أنه يعني فيه الآن يعني بالنسبة لمصر أو حتى على مستوى الأردن وغيرها في جيل جديد من أفراد الجيش الذين يعني لم يعودوا أو قادرين على السكوت وهم يشاهدون هذه الجرائم الإسرائيلية بحق القدس وبحق المسجد الأقصى وضد الفلسطينيين. قبل ذلك كان هناك الجيش المصري يعني كانوا مقتنعين شيئا بالرواية التي تتحدث عن السلام، يعني عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد كان نوع من الخطاب المقنع أنه في هناك سلام، النصرية ستنسحب من سيناء، النصرية تريد أن تعمل سلاما مع الفلسطينيين ومع العرب، وبالتالي كانت هدوء نسبيا. ولكن في جيل جديد من المجندين لم يعاصر تلك المرحلة، يتابع الفضائيات، يتابع الإعلان بشكل يومي، يشاهد المجازر الإسرائيلية، وبالتالي إذا ما أتيحت له فرصة يعني ينتقم من الإسرائيليين سينتقم. هذا الأمر بالفعل هو مؤشر أنه يعني يرجع إلى النقطة المركزية أنه لا يوجد سلام حقيقي إلى الآن سواء في الأردن أو في مصر. يعني مصر بعد تقدير من 79 إلى الآن لا يجرؤ إسرائيلي أن يتحرك في القاهرة أو في شوارع القاهرة بحرية إلا إذا كان معه مرافقين مسلحين أمنيين سواء إسرائيليين أو مصريين. نفس الأمر في الأردن يعني، وبالتالي هذا يمكن يتمنى يعني يدفع الإسرائيليين إلى التفكير مجددا بأن ما يعتقدون أنهم طبعوا مع الدول العربية وأن الدول العربية أنبنا وشعوب وجيوش قد استسلمت إنه كلام غير صحيح وغير دقيق بالمطلق يعني. وكل ما تدعي إسرائيل وللأسف يعني بعض المطبعين انساقوا إلى هذه الرواية الإسرائيلية وأصبحوا لهم خطاب لا يقل تطرفا ضد الفلسطينيين عن الخطاب الإسرائيلي، ولكن كل ذلك يؤكد أن الصراع ما زال مفتوحا وأن هناك أملا بتحرك سواء تحرك أفراد لا أقول الجيوش ولكن أفراد من الجيش من الجيوش العربية، تتحرك الجماهير العربية من أجل يعني تبليغ رسالة للكيان الصهيوني بأن صمت العرب وصمت المسلمين لم يطول. نعم دكتور إبراهيم، يعني ربما هذه القراءة المتعلقة بهذا الحادث تستدعي الآن التساؤل بشأن تبعات هذا الحادث، كيف يمكن أن تكون ردات الفعل وكيف قد تؤثر على وقع هذه المنطقة؟ يعني لا أعتقد أنها ستكون ردود فعل مباشرة، بالتأكيد أنه مصر ستحاول أن تفسر وتقول أنه عمل انفرادي وقد يعني يقول أن هذا الشخص ربما مريض نفسي أو غير ذلك. إسرائيل ستفهم ردة الفعل المصرية ولكن سيتم اتخاذ إجراءات أكثر تشددا على الحدود بين البلدين. يعني إذا كانت كما تقول الرواية الإسرائيلية من الاشتباك الأول الذي كان في الثانية من فجر اليوم كان مع مهربين مخدرات، بمعنى أن الحدود يعني متسيبة وأن إذا كان يمكن أن يدخل مهربين مخدرات، وقبل ذلك سمعنا عن تسلل المئات من المهاجرين سواء من السودانيين أو من الأفارقة إلى إسرائيل لعمل إلى إسرائيل، ربما هذا يدفع إسرائيل إلى أن تتخذ إجراءات أكثر تشددا على الحدود. ولكن مهما كانت هذه الإجراءات التي تتخذها إسرائيل هذا لا يعني أنها ستحقق الأمن بشكل كامل لإسرائيل. بما أنه الموقف الرسمي المصري لم يتضح إلى الآن، لم يتم الإعلان عنه إلى الآن، وأعتقد أنه كما قلت يعني سيعتبر عمل انفرادي من شخص حتى وإن كان يتبع الجيش المصري، وبالتالي يعني لن تكون هناك تبعات سياسية أو دبلوماسية في العلاقة
ما بين الطرفين، إلا إذا ثبت أن هذا الشخص لم يكن وحيدا وأن هناك أطراف أخرى، مجموعة أخرى كانت تساعده في العملية. وربما إذا ثبت ذلك قد تطلب إسرائيل من مصر تسليم هؤلاء الناس أو محاكمتهم. ولكن إلى الآن الرواية تقول أنه شخص واحد هو الذي قام بهذه العملية البطولية. نعم دكتور إبراهيم، بالتأكيد سنستمر في متابعة تطورات الحدث، ولكن حتى اللحظة لا توجد من الجانب المصري أي تفاصيل، ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بهذا الحادث، ولم تؤكد حتى مسألة اتهام جندي مصري بشأن مسؤوليته عن هذا الحدث الذي نجم عنه مقتل 3 جنود إسرائيليين لجيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة ضابط صف من ضباط صف جيش الاحتلال الإسرائيلي. كيف تقرأ ذلك من الجانب المصري، وخاصة أن الحدث وقع بالفعل في 4:30 فجر اليوم، وعلى الرغم من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد حضرت النشر في تقريبا ل8 ساعات، إلى أنها عادت الآن وأفصحت عن يعني ما يمكن اعتباره بعض التفاصيل والملامح الرئيسة؟ فقدنا الاتصال بدكتور إبراهيم برش الأكاديمي والمحلل السياسي، و حتى اللحظة مشاهدينا نستمر في متابعة هذا الخبر الذي وردنا قبل قليل بشأن وقوع حادث على الحدود بين مصر والحدود الفاصلة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقول إذاعة الجيش المصري عن مسؤول في الجيش إنه يرجح أن يكون المسلح الذي تسلل الحدود المصرية وقتل جنديين إسرائيليين هو شرطي مصري فقط. للتوضيح، تم الإعلان قبل قليل عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 3 مجندين.